أمير اللواء 59 ذهب إلى قضاء الطارمية شمالي بغداد مع قوة عسكرية بعد ورود معلومات استخبارية بوجود نشاط إرهابي في إحدى المناطق، لكن عند وصوله إلى إحدى النقاط تعرض لإطلاق ناري أدى إلى استشهاده وجرح بعض جنوده. العميد الركن علي الخزرجي قتل ليسجل اسمه في ضحايا الإرهاب وليفقد الجيش العراقي بطلا من أبطاله. أؤكد لك بأنه قيادة العمليات المشتركة ومن خلال مصادرها واستخباراتها وعملياتها المستمرة والضغط المستمر سوف تأخذ بالثأر من هؤلاء، وسوف يكون حزام بغداد والمناطق الشمالية من حزام بغداد مناطق آمنة بالنسبة لنا. تتميز مناطق جنوبي بغداد بالطبيعة الريفية ببساتينها الواسعة، لكن تتحول هذه النعمة في بعض الأحيان إلى نقمة على أهلها نتيجة اختباء الخلايا النائمة فيها وإنشاء المضافات داخل هذه البساتين، ما دعا مراقبون ليطالبوا بضرورة التجديد الأمني في تلك المناطق. تجديد الإجراءات الأمنية لا يعني التعسف في استعمال القوة، لا يعني إصابة أبرياء، لا يعني خنق الناس، وإنما لابد من أن تكون خطة متكاملة تتتبع خلايا الإرهاب النائمة منها والمستيقظة لغرض تفكيكها وإنهاء هذا الكابوس الذي جثم على صدر العراقيين منذ عام 2014 ولحد الآن. يجب أن يكون هناك عمل استخباراتي لإلقاء القبض على الإرهابيين في أماكن حزام بغداد، هكذا يرى متخصصون في وقت ينشط الإرهاب في محافظات عدة سعيا منه لتهديد أمن البلاد. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.